السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى البغوري من قناه سنوله بيزنس. النهارده يا جماعه حلقه مهمه جدا جدا جدا، وهي ازاي توصل للزبون الخليجي وانت في بلدك او وانت في مصر. طيب ليه انا بدور على الزبون الخليجي؟ مثلا انا دلوقتي صاحب شركه استثمار عقاري، عندي ببيع شاليهات مثلا في راس الحكمه، الشاليه عامل 10 مليون، فانا بالتالي انا بدور على زبون ريتش. يعني دلوقتي مصر للاسف الشديد يعني بتمر برضو بازمه اقتصاديه شويه، فايه يعني السيوله مع الناس مش احسن حاجه. فبالتالي احنا دلوقتي مثلا معانا بروجكت تكلفته غالية، مثلا شقة في العاصمة الإدارية، مثلا شاليه مثلا في الساحل الشمالي، فبالتالي الحاجات دي تكلفتها عالية جدا. فلذلك احنا بنفكر ان احنا نوصل للعميل الخليجي اللي هيقدر ان هو يدفع مثلا 10 مليون بمنتهى السهولة. وهنتكلم برضو النهاردة عن انواع الشركات اللي ممكن تقدر ان انت وانت في بلدك تقدر ان انت تبيع للعميل الخليجي بمنتهى السهولة. قبل اي حاجة يا جماعة ما تنسوش اللايك علشان الريتش بس في القناة واقع، وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا. هنتكلم اول حاجة عن انواع الشركات اللي انت ممكن وانت في مصر تبيع للزبون الخليجي بمنتهى السهولة. مثلا انت صاحب شركة مقاولات زي ما قلنا، وعندك مثلا بروجكت عالي، مثلا كومباوند فيلل مثلا في التجمع الخامس، تتكلم مثلا الفيلا ب 15 او 20 مليون، فانت عاوز تتارجت على زبون خليجي يكون ريتش. طيب توصل له ازاي؟ هو ده اللي هنتكلم عنه النهاردة في الحلقة. مثلا انت شركة برمجيات بتبيع مثلا ابليكيشن كمبيوتر مثلا، او ابلكيشن حسابات، او مثلا ابلكيشن اندرويد بينظم مثلا المطاعم والمصانع والكلام ده كله، انت مش هتعمل حاجه غير ان انت هتبعت اللينك بتاعك للزبون الخليجي، بتبعت له اللينك بمنتهى السهوله وهو يحول لك التحويل بقى عن طريق الفيزا او عن طريق ويسترن يونيون. موضوع سهل جدا. مثلا انت مصنع مثلا منتجات البان، مصنع مستحضرات تجميل، ايا كان، وعاوز تفتح سوق ليك في الخليج. طيب تعمل ايه؟ قدامنا دلوقتي ثلاث حاجات تقدر من خلالهم ان انت توصل للزبون الخليجي. الطريقه الاولى وهي عن طريق اوليكس وعن طريق قسم السيارات في اوليكس، زي ما هنشوف في الفيديو الجاي. زي ما قلنا اول حاجه علشان توصل للعميل الخليجي، تمام، دي طريقة من الطرق الممتازة والأكيدة والفعالة، هتدخل على جوجل عادي جدا، تمام، هتدخل على أوليكس مثلا، أوليكس دبي، تمام، أوليكس دبي، هتدخل كده، تمام، ده أوليكس دبي اهو. ده بقولك ازاي توصل للعميل الخليجي وتوصل لرقم تليفونه، تمام. انت عندك بروجكت مثلا بتبيع عقارات في مصر هنا، بس عقارات عالية شوية، حاجات بملايين، فانت شايف ان العميل ان انت عاوز توصل للعميل الخليجي يقدر ان هو يشتري العقار الغالي ده بمنتهى السهولة افضل من مصر، تمام. هتخش دلوقتي، انا دلوقتي على اوليكس دبي، هتيجي هنا عند قسم السيارات، هتدخل على قسم السيارات، هتلاقي بقى ايه عملاء كتير على اوليكس اهم بيبيعوا العربيات بتاعتهم. طبعا كل العربيات في دبي هتلاقيها حاجات عاليه جدا، وكلهم ناس ريتش، يعني كل عارضين عربيات بالاسعار دي كلهم ناس ريتش، تمام. لو قلنا مثلا نخش على العربيه دي، مثلا دي ب 297 الف درهم، حاجه يعني رقم يعني، تمام. دخلت انا عليه اهو، تمام، علشان اوصل بقى للعميل ده هتعمل عرض رقم الهاتف، تمام، اهو ده رقم التليفون بتاعه، تمام. طبعا انت عاوز تبيع له مثلا، تعرض عليه منتج او حاجه زي كده اهو، او تعرض عليه عقار، تمام، هتبعت له على الواتس، بدل ما تكلمه دولي هتبعت له على الواتس، تمام، وبرده تدردش معاه كده، ايه ممكن يرشح لك حد مثلا او الكلام ده كله. تعمل بقى الموضوع ده مع كذا عميل، تجمع ارقام تليفونات كتير وتبعت ايه على الواتس مره واحده، تمام. هتجيب بقى ايه هنا رقم، اعرض رقم الهاتف اهو، تبدا انت تبعت كده، انت وصلت لعملاء في دبي. طيب بلاش دبي، عاوز اخش على اوليكس مثلا ابو ظبي مثلا، اوليكس مثلا يعني ابو ظبي اهو، ابو ظبي، اوليكس ابو ظبي، نفس الكلام، هتخش برضو انت كده على اوليكس ابو ظبي، هتخش على ايه قسم السيارات. قسم السيارات بالذات لان هو بيبقى فيه ناس ريتش، يعني ناس عارضه عربيات، فدي اعلى حاجه، فده ده عميل ريتش يعني، كده كده كل الاماراتيين ريتش يعني. طيب بلاش ابو ظبي وبلاش الامارات خالص، نشوف بقى مثلا اوليكس السعوديه. دلوقتي عاوز توصل للعميل الخليجي اهو، دوبزل السعوديه، دي طريقه من الطرق اللي توصل بيها للعميل الخليجي، دي طريقه من الطرق يعني اهو. السيارات للبيع،
تمام، هتدخل برضو هنا العربيات كلها بسم الله ما شاء الله، يعني حاجات كلها مرسيدس وكل. تخش على ده مثلا كده اهو، تمام اهو اظهار الرقم اهو، جاب لك الرقم السعودي اهو بس، وهكذا. دي ده كده عشان توصل للعميل الخليجي عن طريق اوليكس. تاني طريقه معانا وهي عن طريق السوشيال ميديا او اعلانات الفيسبوك زي ما نشوف في الفيديو الجاي. انت دلوقتي بقى عاوز توصل للعميل الخليجي تمام عن طريق السوشيال ميديا او الفيسبوك. طبعا انت مثلا بتبيع ابلكيشن اندرويد، مثلا بتبيع ابلكيشن كمبيوتر، بتبيع عقارات تكلفتها غاليه، فانت عاوز تتارجت على العميل الخليجي اكتر، بتبيع عربيات حديثه، كل الحاجات دي انت تقدر تتارجت فيها على العميل الخليجي عن طريق السوشيال ميديا، برضو تقدر توصله بمنتهى السهوله. طبعا انت عندك اكيد صفحه على الفيسبوك هتعمل فيها بوست، تمام بوست كده هو ايه، يكون شيق وبوست يكون مختصر وفي ارقام التليفونات مع وجود طبعا ايه، هتحط المفتاح الدولي بتاعك، يعني مثلا في مصر هنا تبقى ايه 002 010 كذا كذا كذا، وطبعا هتعمل انت ايه التواصل عن طريق الواتساب مفيش اي مشكله. طب عملت البوست خلاص اهو، البوست شيق وجميل وكل حاجه، ازاي بقى تتارجت على الزبون او العميل الخليجي؟ تمام، هتيجي هنا بقى ايه تعمل بقى بوست او ترويج، تخش على لوحه التحكم بتاعه الاعلان بتاعك، تمام هتنزل بقى كده شويه، هتيجي على اودينس ديتيلز، دي بقى اللي انت هتتارجت فيها على اللوكيشن. انت دلوقتي عايز تتارجت على الزبون الخليجي بس، هتيجي تعمل ايديت كده، تمام هتيجي بقى على لوكيشن، تطلع كده طبعا هنا هو فلتر العمر، تمام تقدر برضو تفلتر عاوز اعمار معينه، طبعا ده اللي لوحه التحكم بتاعت فيسبوك المعروفه يعني. طيب دلوقتي انا بقى عاوز اتارجت على العميل الخليجي، تمام هتيجي بقى هنا على اللوكيشن، هتكتب مثلا ايه دبي، اعلانك هيظهر على هيظهر في دبي بقى. دبي بس اهو دبي، دي اول حاجه. طيب انا عاوز اعلاني يوصل ابو ظبي اي ابو ظبي، تمام دلوقتي انت عاوز اعلانك يوصل للخليج، لدول الخليج بس مش عاوز دول تانية. ابو ظبي عندك مثلا بحرين اهو، بحرين اهو، عاوز مثلا قطر، عاوز اعلانك يروح لقطر اهو قطر. احنا دلوقتي بنتارجت على دول الخليج بس، انا عاوز اعلاني ده يروح لدول الخليج، انا عندي عقار تكلفته غاليه قوي، انا عاوز زبون خليجي مش عاوز زبون من مصر او من دول، انا عاوز دول الخليج بس، تمام مثلا السعوديه، سعودي اريبيا اهي، بس كده اهو خلاص انا كده تارجت، انا الاعلان بتاعي ده بس يا جماعه رايح لدول الخليج بس، كده انت تارجت على دول الخليج بس اهو. بس هتنزل عادي جدا وتقول له ايه سيف اودينس، خلاص انت كده اهو ايه انت متارجت على اهو بس متارجت على دول الخليج بس، وتكمل الاعلان بتاعك الممول عادي جدا مفيش اي مشكله. تشوف بقى الميزانيه بتاعتك، طبعا تعمل ميزانيه كبيره علشان اعلانك يوصل لعدد كبير، وتظبط الوقت والتاريخ والكلام ده كله، وتعمل ايه بابلش وتدفع وخلاص. يبقى انت كده اهو بالطريقه دي انت تارجت على الزبون الخليجي، ودي طريقه من طرق ان انت توصل للعميل الخليجي من وانت في بلدك سواء انت في مصر او في اي دوله تانية. تالت طريقه معانا وهي لو انت مثلا مصنع وعاوز تصدر للخليج او عاوز تفتح لنفسك سوق في الخليج، قدامك حاجتين، الحاجه الاولى هو ان انت تفتح لك فرع هناك في الخليج، يكون زي مخزن وموزع، وفي المخزن ده طبعا في موظفين شغالين يقدروا ان هم يوزعوا على السوق في الخليج ويسوقوا الكلام ده كله. او حاجه ثانيه هو ان انت يكون ليك وكيل في الخليج، انت من خلاله تقدر ان انت تصدر له البضاعه بتاعتك وهو يوزعها بمعرفته في الخليج. خدوا بالكم يا جماعه الشغل في الخليج مربح جدا جدا جدا، يعني العميل الخليجي سهل ان انت تقنعه وسهل ان انت تخليه يدفع فلوس، بس خد بالك السوق الخليجي لازم الجوده ثم الجوده ثم الجوده، يعني لو انت جودتك ضعيفه مش هتمشي في الخليج. يعني لو انت مثلا مصنع منتجات البان او مصنع مستحضرات تجميل او ايا كان انت مصنع ايه، جودتك تعبانه شغلك هيرجع. انا اعرف واحد صديق ليا كان بيصدر منتجات البان، الشغل كله رجع تاني بسبب ان في مشكله في الاستيكر بس بتاع المنتج، كان في حاجه مش واضحه، رجع تاني غير الاستيكر وصفره تاني، فهو اتحمل تكلفه الشحن مرتين، يعني حاجه رجعت له وبعد كده هو اداها تاني، طبعا خسرته خساره فادحه يعني بسبب ان بس استيكر بس في مشكله. فالسوق الخليجي سوق مميز جدا وسوق مربح جدا، بس
الغلطه بفوره. لازم الكواليتي يكون نمبر 1. هتصدر مثلا مستحضرات تجميل، هتصدر ادوات، هتصدر منتجات البان، ايا كان لازم الكواليتي تكون نمبر 1. فلازم تاخد بالك ان لازم تركز على الكواليتي وتوصل للعميل الخليجي من الثلاث طرق اللي انا قلت عليهم دول بمنتهى السهوله. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم منها. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وكان معكم مصطفى البجوري من قناه سنه اولى بزنس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.